بكم مشاهدينا إلى نشرة التاسعة من ليبيا الأحرار. البداية كالمعتاد بأبرز العناوين. داخلية الوفاق تقول إنها شرعت في تنفيذ الخطة التي أقرتها لجنة الترتيبات الأمنية على مرحلتين لتأمين العاصمة وطوقها. منظمة التضامن تؤكد في البرلمان الأوروبي تردي الحالة الحقوقية في ليبيا وتقول إن جهات تحمل الشرعية تمارس الإخفاء القسري. صحيفة ذا سان عن أجهزة الاستخبارات البريطانية: الرئيس الروسي ينشر قوات وأسلحة في ليبيا لتأسيس معقل استراتيجي. مرحبا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم شروعها في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بطرابلس الكبرى وما تنص عليه من مجاهرة بالأمن وتأمين المقرات السيادية وتشكيل قوات نظامية من كافة المدن لهذه المهمة. لجنة الترتيبات الأمنية من جانبها قالت في وقت سابق إن السراج وافق على أعمالها بما في ذلك القوة المستهدفة لتنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس الكبرى دون تقديم مزيد من التفاصيل عن عناصر تلك القوة وعلاقتهم بالتشكيلات العسكرية المنسحبة. تنفيذا للترتيبات الأمنية الخاصة بطرابلس الكبرى والتي وافق عليها السراج، أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء شروعها في الخطوات الفعلية والتنفيذية التي من شأنها أن تدفع إلى المجاهرة بالأمن ووضع حد لكافة الانتهاكات السلبية وسيطرة الدولة على المواقع السيادية والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة حسب قولها. الوزارة أكدت أن هذه الخطوة ستمكن من إحلال قوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة تقوم بتنفيذها على مرحلتين، الأولى تأمين مدينة طرابلس بإشراف مديرية أمن طرابلس، والثانية تأمين مناطق الطوق بمحيط العاصمة بإشراف مديرية الأمن الواقعة بطوق العاصمة وبمشاركة الأجهزة الأمنية التابعة لها. وأضافت الوزارة أن أي إجراء أمني لا يمكنه النجاح إلا بتعاون الجميع، وأنها عازمة على تطبيق كافة بنود الترتيبات الأمنية حتى يشعر المواطن بالاستقرار والأمن في بيته وفي عمله وأثناء تجواله على حد قولها. السراج من جانبه أكد ضرورة التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك القيادات الأمنية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية المستهدفة بتنفيذ الترتيبات الأمنية وتذليل الصعاب أمامها، وأن ما تم إنجازه في طرابلس من ترتيبات سيشمل المدن الليبية الأخرى. وشدد السراج في كلمة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشرطة على أن تلك الترتيبات تسير بتعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة وأن رجال الأمن والشرطة هم محورها الأساسي. وتطرح الخطة الأمنية الجديدة في طرابلس الكثير من نقاط الاستفهام حول القوة الأمنية التي ستبسط سيطرتها في كل المواقع بما في ذلك تلك التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة والتي أعلن بعضها تسليمها، فإذا لم تكن هذه القوة إعادة تدوير للأجسام الموجودة وهو ما ترفضه البعثة الأممية بالمطلق، فكيف سيكون مصير المسلحين الذين تفرض الترتيبات الأمنية انسحابهم؟ وأين ستذهب أسلحتهم؟ وهل ستكون العاصمة في مأمن من صراع تلك الكيانات مع تجدد أي خلافات بينها؟ إلى ذلك دعا وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور إلى أن يستلم رجال الشرطة كل المواقع السيادية في طرابلس وفي ليبيا كلها. وقال عاشور في احتفالية يوم الشرطة إنه وضع خلال الفترة توليه لمنصبه القاعدة الأساسية وأعاد الثقة برجال الشرطة.
أنا نقول لأخوتي وزملائي وأبنائي من رجال الشرطة أن دائما يسعوا إلى حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، وأن تكون لديهم عقيدة أمنية واضحة في هذه الرسالة، تكون هدفهم دائما هو حماية المواطن، حماية أمن الوطن والمواطن. التجاذبات السياسية لا تعنينا، نحن نعمل على رسالة واضحة ومهمة ورسالة للإخوة المواطنين بأنهم هم يلتفوا حول أجهزة الشرطة ويدعموها، ونقد البناء لكل المسؤولين الموجودين يتقبلوا النقد البناء بكل أريحية، لا نريد نقد هدام. شهدت كلية الدفاع الجوي مصراتة احتفالية تخريج الدفعة السابعة من معهد تدريب الشرطة بالمدينة التي تضم نحو 600 متدرب. وتضمن الحفل العديد من العروض التدريبية الأمنية للخريجين، من بينها الفنون القتالية وحماية الشخصيات، وذلك بحضور مدير أمن مصراتة ومدير إدارة التدريب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة. نحتفل اليوم بتخريج الدفعة السابعة من معهد تدريب الشرطة بمدينة مصراتة. هذا الحفل بحضور السيد مدير أمن مصراتة والسيد مدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من مدراء الأمن وأيضا عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية. وانطلقت أمس الاثنين في صبراتة دوريات الشرطة النجدة بالتزامن مع تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة وعيد الشرطة السنوي. وتهدف الخطة بحسب المسؤولين عنها إلى المجاهرة بالأمن وبث الطمأنينة، إضافة لتطبيق بنود الخطة الأمنية المتمثلة في مكافحة الظواهر السلبية وتعزيز الوجود الأمني بمشاركة قسم البحث الجنائي صبراتة وقسم شرطة المرور بالمدينة. والحديث حول ملف الترتيبات الأمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس رئيس مكتب الإعلام الأمني المقدم محمد أبو عبد الله، وعبر الهاتف من مصراتة رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية السيد رمضان زرموح. أبدأ مع السيد رمضان زرموح. سيد زرموح أهلا بك معنا. حديث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عن وجود تعاون وثيق مع بعثة الأمم المتحدة، ما شكل هذا التعاون سيد زرموح؟ سيد رمضان هل تسمعني؟ بالأخير ما سمعتك بشكل معك. نعم تفضل. أنا موجود في طرابلس. نعم عذرا. نعم تفضل. طبعا حضرت أمس الاحتفال بعيد الشرطة وتكلم السيد رئيس مجلس الدولة الجهاز الرئاسي، وطبعا وضح مهمة الترتيبات الأمنية وتنفيذها، وهذا شيء ضروري يعني أن نحن نبحث عن. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد رمضان زرموح، ربما نعاود الاتصال به من جديد في سياق هذه النشرة. أفادت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بتردي الحالة الحقوقية في ليبيا، قائلة إن جهات تحمل الشرعية تمارس جريمة الإخفاء القسري. وحثت المنظمة على دعم اللجنة المكلفة بإجراء تحقيق في السجون وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها وإنهاء الوضع غير القانوني للمعتقلين. صورة قاتمة رسمتها منظمة التضامن لحقوق الإنسان والفيدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الإخفاء القسري عن وضع حقوق الإنسان في ليبيا خلال لقاءات مع مسؤولين في البرلمان الأوروبي في بروكسل. المنظمة قالت إن جهات تحمل الشرعية تمارس جريمة الإخفاء القسري، مؤكدة أن المئات يقبعون في سجن معتيغا الذي تشرف عليه قوة الردع الخاصة ويتعرض جلهم لأنواع مختلفة من التعذيب، محملة حكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات. درنا لم تغب عن النقاش، إذ قالت المنظمة إن الحرب التي أعلنها قائد عملية الكرامة بها ترتب عنها نزوح أكثر من 20,000 من سكان المدينة ومقتل المئات ودمار البنية التحتية والمعالم التاريخية، كان آخرها تدمير أقدم مسرح في ليبيا في الأول من أكتوبر الجاري. وأوضحت التضامن أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحكومة الوفاق الوطني
التزمتا في المقابل الصمت حيال ما يحدث في درنا من انتهاكات جسيمة. هذا وحثت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي على دعم اللجنة المكلفة بإجراء تحقيق في السجون وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاز أعمالها وإنهاء الوضع غير القانوني للمعتقلين، منبهة كذلك إلى ضرورة وقف ظاهرة الإفلات من العقاب التي قالت المنظمة إن ما سمتها ميليشيات منتشرة في أرجاء البلاد تحظى بها، مما يزيد الوضع الإنساني سوءا. إذن مشاهدينا، حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد المنعم الحر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، وينضم إلينا أيضا الناشط السياسي والقانوني السيد سامي الأطرش. أبدأ معك سيد سامي، بداية كيف قرأت هذه الإفادة لمنظمة التضامن لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي؟ نعم، أولا تحية حضرتك والمشاهدين وضيوفك الكرام. الحقيقة منظمة التضامن تقوم بعمل كبير الحقيقة وكبير جدا في هذه الظروف، وترصد الحقيقة بدقة كافة اختراقات حقوق الإنسان وحقوق المدنيين في جميع مناطق ليبيا بدرجة عالية من الحيادية والموضوعية. ناهيك على الدور الوطني الكبير الذي تقوم به على المستوى الدولي، حيث هي تقوم بحضور جلسات ذات أهمية في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك تلعب دور في الإعلام الدولي للتوعية على ما يتم الحقيقة من خروقات لحقوق الإنسان في ليبيا الدولة الناشئة. فدورها دور الحقيقة مهم جدا، وبالتأكيد هي العين الحقيقية والوطنية التي تستطيع أن تنقل الصورة بكل وضوح الحقيقة للمجتمع الدولي. طيب، يعني تردي الحالة الحقوقية في ليبيا وجهات تحمل الشرعية تمارس جريمة الإخفاء القصري، كل هذه كانت اتهامات خطيرة توجهها المنظمة، يعني لماذا لم تسمي هذه المنظمة الجهات بعينها؟ يعني لماذا الإصرار على التعميم في هذا المستوى؟ نعم، هو الحقيقة لأن الهدف يعني هو إدانة هذا السلوك الإجرامي الحقيقة كسياسة وكاستراتيجية، يعني عندما يكون العمل مطروح بهذه الصورة هو يقصد منا ويراد منا غاية، وهي أنه هذه الجريمة أفتحت يعني سلوك ومنهجية للسلطات القائمة، وبالتالي تختلف على الرافض لحالات أو لأشياء محددة فقط، هذه تقلل الحقيقة من قيمة التعميم الذي يعطي مساحة أكبر لوجود جريمة ممنهجة تحتاج إلى عناية من المجتمع الدولي في شكل قرارات دولية. إذا المنظمة يعني بالإضافة إلى المجهودات الدولية القائمة هي تصب في هذا المنهج أو في هذا السلوك للاستفادة أكثر يعني على المستوى الليبي. طيب، هذا دوليا، يعني مسألة تدقيق في الانتهاكات، أليست هناك جهات داخل ليبيا تقوم بتوثيقها وربما تحاول المطالبة بمعاقبة المنتهكين؟ نعم، برضو هذا الرأي الحقيقة صحيح أيضا بالفعل، يعني هناك رفض للجهات وللأشخاص، يعني تقارير منظمة التضامن وغيرها من المنظمات الحقوقية الحقيقة المعنية بالشأن الليبي هي ترصد بكل دقة الحقيقة كافة هذه الأسهام وتسجل وتوثق الشهادات والأدلة وتجهز الملفات الحقيقة إلى حين يأتي الوقت الذي سيقدم فيه كل هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات إلى القضاء العادل النزيه سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. إذا تقوم بعملها بشكل مهم هي وغيرها من المنظمات المحلية لحقوق الإنسان. نعم. طيب سيد عبد المنعم، يعني مشكلة الإخفاء القسري كانت موجودة منذ فترة، ربما بسبب الاشتباكات بسبب الحرب في ليبيا، ولكن في الفترة الأخيرة كل مرة تزداد أكثر وأكثر، والآن أصبحت هناك أعداد هائلة، يعني لماذا هذا الازدياد؟ إلى ماذا يرجع هذا الازدياد؟ تحية لك يا ولدي. هو بداية اسمح لي أن نحدد ونكون أكثر دقة في مسألة قصري. ليس كل عملية خطف يمكننا أن نطلق عليها اختفاء قسري. الاختفاء القسري بشكل جدا هو أن تكون أجهزة الأمن
التي تنطلق شرعيا من الحكم المعترف بها ان تقتبس الاجهزه بخطف انسان تدعه لديها السجون ومن تنكر. يبدو ان هناك مشكله مع الصوت. سيد سامي، ان تكون هذه الاتهامات امام البرلمان الاوروبي، كيف لها ان تكون ربما عامل مؤثر في وضع حد لهذه الانتهاكات ونهايه لهذه الانتهاكات؟ نعم، هو الحقيقه يعني من المؤسف يعني ان تكون طبيعه الحقيقه عمل هذا يعني المستوى الدولي في التعاطي مع مشكله اختراقات حقوق الانسان انها الحقيقه يعيدها انها طويله الاجل وانها تستغرق وقت طويل الحقيقه الى ان تصل الى مراحلها، ولكن ايضا في نفس الوقت هي تتمتع الحقيقه بتوثيق كبير ودقيق جدا الحقيقه، مما يسهل الحقيقه الوصول الى النتائج امام القضاء، لانه العبره ليس بالاستعجال في الادانه او في يعني تقديم الملفات الى الجهات الدوليه، وانما بالنتائج اللي حتترتب من هذا التقديم حتى لا يفلت الاجتماع من العقاب. خاصة وان اذا ما اخذنا في الاعتبار ان هؤلاء الجماعة اصبحوا محترفين يعني في جريمة الاخفاء القسري وفي جرائم الخطف وغيرها، وبالتالي اصبحت تحتاج الى توثيق موضوعي وعملي ودقيق وايضا قانوني حتى لا يفلت هؤلاء من العقاب في الوقت المناسب سواء على المستوى المحلي الوطني او الدولي. يعني يمكن هذا هو السبب يكون يعني. شكرا لك الناشط السياسي والقانوني السيد سامي الأطرش، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. نشكر أيضا رئيس من المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا السيد عبد المنعم الحر، ونعتذر لرداءة الصوت. قالت صحيفة ذا سن أن جهاز الاستخبارات البريطانية أبلغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة واستخدام قواته هناك للتأثير على الغرب. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الدولية في البرلمان البريطاني توم تاغندهانت قوله إن هذه المعلومات مقلقة للغاية، وطالب أن ترد بريطانيا على هذا التهديد حسب قوله. في تقرير لها، كشفت صحيفة ذا سن البريطانية نقلا عن أجهزة المخابرات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر قوات وأسلحة في الأراضي الليبية لتأسيس معقل استراتيجي مناهض للغرب على حد تعبيرها. ذا سن قالت إن أجهزة الاستخبارات البريطانية حذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أن تصبح ليبيا بمثابة سوريا الجديدة للرئيس الروسي عن طريق استخدامها كقاعدة للصواريخ وإجراء عمليات عسكرية. الصحيفة أكدت أن روسيا أنشأت قاعدتين عسكريتين في بنغازي وتوبروك تحت ستار مجموعة فانجر الروسية، وهي شركة عسكرية خاصة، وأشارت إلى وجود صواريخ كاليبر المضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي من طراز S-300. تقرير ذا سن نشر أيضا إلى خضوع العشرات من أفراد المخابرات الروسية وقوات سبيتسناز الخاصة لتدريبات عسكرية في شرق ليبيا، مضيفا أن موسكو تدعم قائد عملية الكرامة خليفة حفتر وتتولى توصيل العتاد الحربي لقواته. الوجود الروسي على الأراضي الليبية ثار مخاوف بريطانيا حسب ما نقلته الصحيفة، التي أكدت أن عددا من البرلمانيين طلبوا الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات بشأن التهديد الروسي الجديد على حد وصفهم. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توكندات قال إن هذه المعلومات الجديدة بشأن نفوذ بوتين مثيرة للقلق، وأشار إلى أن روسيا ستحاول استغلال مسارات الهجرة غير النظامية. وتعليقا على ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال مدير التطوير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية ألكسندر كارامينكو إن هذه الأنباء هي جزء من حملة مدبرة لاستهداف القوات المسلحة الروسية على حد تعبيره. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو المحلل السياسي فيتشسلاف ماتوزوف. سيد ماتوزوف، أهلا بك معنا في هذه النشرة. الحديث الآن عن نشر روسيا لقوات وأسلحة في ليبيا ومحاولة بوتين تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المعلومات دقيقة بحسب ما نقلته الصحيفة؟ ليس
يكون هناك أي دقة وأي صحة في هذه المعلومات في الجريدة، معلومات بين القوسين للجريدة البريطانية. لأن ليست لدينا روسيا أي نوايا البناء القواعد العسكرية في شمال أفريقيا أولا، لأنه روسيا تشارك الفكرة أن كل الأمور الليبية لازم أن يحال على طريقة بدون تدخل الأجنبي باتفاق القوى السياسية الليبية فقط. ولذلك أي منشورات حول بناء القاعدة أو قاعدتين عسكريتين في ليبيا تابعة لروسيا، أو إرسال السلاح الثقيل والمتوسط إلى جيش مشير خطر، هذا الكذب الكامل. لماذا؟ لأن نحن نقوم بعلاقات مميزة مع مشير خطر، مع جيل صالح إيسا كرئيس البرلمان الشرعي وحيد في ليبيا، لأن كل الآخرين غير ليست لديهم شرعية رسمية. بغض النظر من تقصد بالآخرين سيد ماتزوف، من هم الآخرون الذين ليست لديهم شرعية في اعتقادك؟ شرعية التي انتخبت برلمان الليبي انتخب الليبيين، وهذا هيئة وحيدة في الدولة تتمتع بشرعية من قبل شعب ليبي. لكن موسكو تتعامل أيضا مع حكومة الوفاق الوطني، والتقت بوفود أمنية في وقت سابق زارت روسيا. موسكو اليوم لم تعد تتعامل مع حفتر ومع عقيلة صالح، ألم تتغير المعادلة سيد ماتزوف؟ نحن كنا نشاهد زيارة عقيلة صالح إيسا إلى موسكو على رأس الوفد البرلماني، ولقائه مع الرئيس برلمان الروسي فولودي، وهناك كانت زيارتين لمشير حاطر إلى موسكو، لقاء مع سكرتير الأمن القومي الروسي باتروشيف، مع وزير خارجية لافروف، مع وزير الدفاع شويغو مرتين. ولذلك علاقات سياسية عندنا مميزة مع السلطة الشرعية، ونحن لا ننفي علاقاتنا مع سيد فايز السراج، لأن كل المجتمع الدولي كما يقال أو الأمريكا والدول الأوروبية والأمم المتحدة يعترفوه شرعيته وممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مسؤول عن ليبيا. كل هذا نحن نعترف، ولكن نحن مع بدون ضد أي تدخل. لماذا نحن نقرأ اليوم هذه الجرائد هذه المعلومات؟ برأيي أنا شخصي أن هذه المعلومات تستهدف تنشيط الدول الأوروبية لدعم حكومة سراج أولا. شيء ثاني، أن هناك منذ يومين أو ثلاثة في طرابلس كانت حكومة سراج وقعت مع بريتش بتروليوم الصفقة لبيع بعض الأسهم لشركة بترول الوطنية الليبية، على أجل يشتري بريتش بتروليوم جزء من الأسهم. ولذلك هذا تراجع من كل المبدأ الذي كانت ليبيا تتمتع سابقا، أن كل موارد. إذن هناك تواصل مع الجهتين سيد ماتزوف. الأمر لا يقف عند التواصل مع حفتر في الجانب الآخر. موسكو لا تخفي صراحة موقفها من حكومة الوفاق، لكن أشرت في بداية حديثك على أنه ربما موسكو اليوم لا تنوي أن تكون لها قواعد عسكرية في شمال أفريقيا. ما الذي يؤسس لهذا الكلام؟ على أي أساس؟ من باب ماذا؟ كلام واضح تماما أن روسيا اليوم تساعد وبنت قاعدتين عسكريتين بحرية والجوية في سوريا في الشرق المتوسط، وليست لدي نية والخطة انتشار نفوذها. اليوم
طبعا روسيا ركزت وجود العسكري في جمهورية أفريقيا المركزية ولذلك كل هذا دليل على أنه ليست هناك أي نية. لكن ربما هناك من يقول سيد ماتزوف أن ربما قد تتحرك موسكو في الملف الليبي سواء عسكريا ولا غير ذلك، ربما للضغط على الغرب في ملفات أخرى متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا ليست هذا من أساليب العمل السياسي الدبلوماسي لروسيا. روسيا لا تتدخل صفقات تجارية بين دولة ودولة أخرى، بين موقف يبيع هون يشتري هناك. لا، عندنا السياسة الخارجية ثابتة مبنية على قانون الدولي وقرار مجلس الأمن لأمم المتحدة، نحن نحترمه، وهذا قرار مجلس الأمن يطلب من كل دول بما فيها دول أوروبية بما فيها بريطانيا التي ترسل سلاحها إلى ليبيا. روسيا تتماسك بقرار. إذا موسكو تعتقد أنها لن تتغير استراتيجيتها في التعاطي مع الملف الليبي في ظل وجود لاعبين آخرين ما يتعلق بدول أوروبية، فرنسا، إيطاليا، وانخراط واشنطن مؤخرا في الملف الليبي. كل هذه المعلومات والمعطيات لا تدعو موسكو للتحرك فعليا في الملف الليبي، هكذا ترى؟ أنا أعتبر أن روسيا لا تنسحب اهتمامها من ليبيا. روسيا تبدي اهتمام الدائم إلى ليبيا، ولكن اهتمام السياسي أكثر شيء. ونحن يجب أن نلاحظ أن هناك فوارق في مواقف. أمريكا انسحبت من ليبيا مطلقا، ليس هناك حتى شركات البترول الأمريكية موجودة الآن في ليبيا أولا. شيء ثاني، هناك الصراع فرنسي إيطالي من أجل نفوذهما في ليبيا. روسيا تنظر على كل هذه التحركات مع الأسف الشديد. روسيا يمكن تتعاون مع إيطاليا، مع فرنسا، مع أمريكا لكي يثبتوا ويمنعوا القوة المتطرفة، قوة متشددة بعد ضربها في سوريا أن يتركزوا في ليبيا. هذا ما يتعلق بالجانب الأمني. سيد ماتزوف، هذا ما يتعلق بالجانب العسكري عذرا. المسألة سياسيا الآن، روسيا وكيف تنظر إلى مسألة التسوية السياسية في ليبيا، وجهة النظر الروسية ماذا ستكون في اعتقادك؟ أنا أعتبر أن لابد من تفاهم الليبي بكل أطرافها. ليست هناك ضرورة للتدخلات الأجنبية، يا في ميسوراتا، يا في بنغازي، يا في طرابلس. لازم أن يجتمع كل القوى الليبية، القبائل الليبية، ويقرروا مسير البلد. مسير البلد مهدد نتيجة التدخل والغزو الخلف الشمال الأطلسي منذ 7 سنوات ونصف. ولذلك أنا أعتبر أنه إذا الليبيين يفهموا أن إنقاذ الدولة والشعب الليبي هو لازم أن يكون في اليد الليبي، ولا يسمح القوى أجنبية أن يستغل المشاكل الحالية في ليبيا. واضح، لازم أن يتفقوا الليبيين وليست غيرهم. أشكرك كل الشكر عبر الهاتف من موسكو المحلل السياسي فيتشيسلاف ماتزوف، كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. للمشاهدين، هذه النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. بعد أن أثبتت جودة زيوتها العالية إقبال كبير على زراعة الزيتون بمنطقة سنو ببلدية وادي البوانيس. شجرة يأكل منها ولكن لا يغرس شجرات أخرى. نحاول نحل هذه الإشكاليات بدعم القطاع الخاص وإصدار تشريعات. نبو نخلق قيمة مضافة للسوق الليبي والشركات اللي عندها ناس. إذا كان شاب أي نوع من الفساد ف
فليتفضل، احنا انشرناها. المرتب اصبح في ليبيا حقيقه هو كهيده يجب ان تعطيها الحكومه لليبي. طبعا اللي تحمس الخصائف وهذا السبب اللي نحن مش شايفين ولا شركه عامه ماشيه لقدام. ما فيش غير الجهات الرقابيه لرصد الفساد ومكافحته حاليا. داخلية الوفاق تقول إنها شرعت في تنفيذ الخطة التي أقرتها لجنة الترتيبات الأمنية على مرحلتين لتأمين العاصمة وطوقها. منظمة التضامن تؤكد في البرلمان الأوروبي تردي الحالة الحقوقية في ليبيا وتقول إن جهات تحمل الشرعية تمارس الإخفاء القسري. صحيفة ذا سان عن أجهزة الاستخبارات البريطانية: الرئيس الروسي ينشر قوات وأسلحة في ليبيا لتأسيس معقل استراتيجي. أهلا بكم من جديد. قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلاحق إن المجلس طالب النائب العام بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها عضو المجلس عصام الجهاني لرئاسة وأعضاء مجلس النواب عبر وسائل الإعلام. وأضاف بليحك في تصريح صحفي أن المجلس طالب المؤسسات الإعلامية كافة بالتحري المهني والخطاب المتزن الداعي إلى لم الشمل ووحدة الوطن وتقديم الحقيقة دون امتهان أو ازدراء لمؤسسات الدولة أو ممثليها. كما أشار بلاحق إلى تكليف اللجنة التشريعية والمالية ولجنة التعليم بمجلس النواب بدراسة رفع مرتبات الموظفين في الدولة الليبية بشكل عام والمعلمين بشكل خاص. أفاد رئيس الجمعية العمومية للرابطة الوطنية للمجالس البلدية حسين الذوادي بمطالبتهم بتكليف وزير الحكم المحلي من أصحاب الخبرة وليس على أساس المحاصصة. وأكد الذوادي لليبيا الأحرار أنهم بيّنوا مواقفهم لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مشيرا إلى تأييد السراج لطلبهم، ولكنه لا يستطيع تغيير وزير الحكم المحلي بسبب ضغوط جهوية. وأصدرت الرابطة الاثنين بيانا تطالب فيه بتغيير وزير الحكم المحلي وتتعهد بتقديم المشورة في اختيار شخص الوزير القادم. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة نجيب مختار وعدد من أعضاء المجلس تطورات الوضع السياسي وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية. وتناول الجانبان خلال اجتماع لهم بمقر المجلس الرئاسي مسارات تنفيذ البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات في الدولة. كما اتفق المجتمعون على استمرار التواصل بين المجلسين للعمل سويا من أجل اجتياز الأزمة الراهنة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج مع نائب رئيس المجلس أحمد ميتيق ما جرى إقراره من برامج للإصلاح الأمني وأيضا الاقتصادي. وتناول الجانبان خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراء معالجة الآثار المترتبة على تنفيذه، إضافة لملف الترتيبات الأمنية وعملية التنسيق بين اللجنة الأمنية المكلفة والوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. أصيب يوم الاثنين في مدينة بنغازي 12 شخصا بينهم أطفال جراء خروج لعبة عن مسارها في مندزه بنغازي المعروف بالبوسكو. وقال مدير مكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل جويدر إن المصابين جلهم من الأطفال الصغار وتتراوح أعمارهم بين 3 إلى 15 عاما، مشيرا إلى أن من بين الحالات التي وصلت للمركز حالات خطيرة جدا تتطلب تدخلا جراحيا سريعا والإصابات تتباين بين جروح وكسور. من جانبه وجه عميد بلدية بنغازي عبد الرحمن العبار تعليماته بإجراء تحقيق في الواقعة وتحديد الأسباب،
وهل ما حدث كان قصورا أو إهمالا وفق تعبيره. أطفال في عمر الزهور تنتابهم حالة من الذعر ويسقط منهم جرحى بسبب لعبة وظيفتها إدخال السرور عليهم. منتزه بنغازي المعروف بالبوسكو كان في الماضي متنفسا للعائلات ومقصدا لأطفال المدينة، غير أن تهالك بعض الألعاب يطرح التساؤل عن دور جهاز المنتزهات والحدائق في توفير وسائل ترفيه الآمنة للأطفال وصيانتها. بلدية بنغازي سارعت إلى زيارة المصابين ودعت إلى فتح تحقيق يكشف أسباب خروج اللعبة عن مسارها، هل هو عرضي أو ناتج عن الإهمال والتقصير. الإسعاف والإطباء والممرضون سارعوا لمد يد العون للمصابين لا سيما الأطفال منهم، وهو ما عجل بخروج معظمهم من المستشفى وعودتهم إلى بيوتهم. البوسكو بعد عودته إلى الحياة عقب توقف الحرب في بنغازي يطالب القائمون عليه بإجراء صيانة شاملة للألعاب وتخصيص موظفين لتشغيلها ومراقبتها وتوفير الأمان للأطفال أثناء اللعب، ما يوفر فرصة للترفيه الآمن في مدينة عانت الأمرين طوال السنوات الماضية. أرجعت الناطقة باسم لجنة الطوارئ والأزمة هند شوبار سبب انقطاع الكهرباء خلال اليومين الماضيين على مدينة طرابلس إلى صيانة خط الجنوب الهضبة. وأضافت شوبار أنه تم طرح الأحمال بسبب فصل الخط رقم 1 لتأمين سلامة الفرق الفنية المكلفة بالصيانة التي ستنتهي الخميس القادم، ويدخل على إثرها الخط 220 جنوب الهضبة الخدمة. وأشارت شوبار إلى أن إنتاج الشركة العامة للكهرباء انخفض خلال اليومين الماضيين إلى 4400 ميجاوات جراء أعمال الصيانة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة كافة الأعطال في مناطق وادي الربيع وعنزارة وطريق المطار وقصر مغشير والخلة بعد انقطاع دام لفترات طويلة جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس. وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا من صيانة كافة الأعطال بشبكة التوزيع وإعادة التيار الكهربائي لكل المناطق المتضررة رغم الظروف الصعبة التي صاحبت عمليات الصيانة بحسب الصفحة. أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس نصر حسن أن عام 2019 سيشهد تشديدا على الملف الوظيفي بمختلف قطاعات الدولة بحق كل موظف يتقاضى مرتبه من الخزانة العامة. ووصف رئيس الهيئة وجود 1,600,000 موظف في السجل الإداري بالكارثة الحقيقية التي تعود لغياب الملاك الوظيفي في أغلب الجهات العامة، مؤكدا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة بعض الجهات العامة الواقعة خارج مدينة طرابلس ووضع دراسات ومقترحات لمعالجة موضوع الملاك الوظيفي والإزدواجية في الوظيفة. ناقش أمين عام مجلس الوزراء طاهر عامر مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي وعدد من المصارف، ناقش مشاكل القطاع المصرفي وسبل تحسين المنظومات الإلكترونية المصرفية والرفع من كفاءتها. وأكد أمين عام مجلس الوزراء على ضرورة تكاتف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين والتنسيق مع قطاع الاتصالات لمحاولة تحسين أداء الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف بتقنيات حديثة. كما اتفق المجتمعون على تكليف فريق عمل من الحاضرين لإعداد توصيات الاجتماع ونتائجه لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيالها. بحث وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي الورمضي في اجتماع تقابلي مع الرعيل الأول لمؤسسي التدريب والتكوين المهني بليبيا مهام إدارة التدريب والتكوين المهني وفق قرار مجلس الوزراء رقم 800 صادر مؤخرا. واستمع الوزير في الاجتماع الذي جرى بالمركز الليبي الكوري في طرابلس إلى آراء الخبراء في هذا المجال بخصوص إعداد خارطة الجغرافية وتحديد المهن التي يطلبها سوق العمل، كما جرت معاينة بعض التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي استفادت من دورات المعهد الليبي الكوري للمهن
المختلفة. التكوين والتدريب المهني يعطينا مساحة جدا للدراسة ما هي احتياجات سوق العمل الليبي، وأيضا من خلالها نقدر نستطيع نوزع مناطق على في ربوع ليبيا. تكوين وتدريب مهني بالتنسيق مع مكاتب العمل في ربوع ليبيا، لأن لدينا 105 مكتب عمل في كل ربوع ليبيا. نعتبرها مبادرة جيدة، وهذه المفروض جميع الجهات تعمل من المبادرات هذه اللي رفع من مستوى التدريب المهني والتكوين المهني. هذه حالة سيئة جدا كانت في المجتمع، سبب تسرب الشباب اللي غير مؤهلين، دورانهم في الشوارع وعدم قدرتهم على العمل، فهذا سبب خلق لنا مشكلة في داخل المجتمع. أعلنت الجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات توصل لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجمعية العمومية للشركة الليبية للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2018. وناقش الاجتماع جدول الأعمال المعلنة سابقا ودراسة ما جاء به من تقارير وبيانات تتعلق بنشاط الشركة بحضور أعضاء الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الشركة بالإضافة لهيئة المراقبة. انتشرت مؤخرا زراعة أشجار الزيتون بشكل واسع بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس، خصوصا بعد إجراء العديد من التحاليل على الزيوت المستخرجة منها والتي أثبتت جودة عالية، ما شجع المزارعين على غرس كميات كبيرة. تفاصيل وأوفى خديجة نتابعها في سياق التقرير التالي. انتشرت مؤخرا زراعة أشجار الزيتون بشكل واسع بمنطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس، خصوصا بعد إجراء العديد من التحاليل على الزيوت المستخرجة منها والذي أثبت جودة عالية، ما شجع المزارعين على غرس كميات كبيرة منها والتي يصل عددها في بعض المزارع إلى 1500 شجرة، حيث يتم زراعة العديد من الأصناف أهمها زيتون المائدة والزيتون الإسباني والإيطالي. الناس الحقيقة ما كانت تعرف أن أشجار الزيتون تنمو بكثافة وتنمو ببرنامج جيد في منطقة البوانيس وفي التربة اللي موجودة في منطقة البوانيس، ولكن بالحظ الحقيقة في الآونة الأخيرة بعد زرعوا شجرة الزيتون لقيوا أن الحقيقة الإنتاج كثير. المزارعون في سمنه ينتظرون موسم جني الثمار ويعولون عليه كثيرا في تحسين وضعهم الاقتصادي، إلا أنهم متخوفون من الصعوبات التي تواجههم كنقص العمالة خلال موسم الجني، حيث تصل تكلفة تعبئة الصندوق الواحد من ثمار الزيتون إلى 10 دنانير، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف ما يسبب نقص الإنتاج، ناهيك عن غلاء أسعار الأسمدة في ظل عدم تلقيهم أي دعم من وزارة الزراعة حسب قولهم. بالنسبة للزراعة ما فيش الحقيقة حد كي أعطى اهتمام لهذه الشجرة من ناحية الأسمدة، من حيث العلاج، من حيث الحاجات هذه كلها ما فيش لا زراعة ولا جمعية ولا حاجة ولا شيء، ولكن يطلب الحق ويرجو من الجهات الاختصاص المسؤولة عن الزراعة أنها تهتم، لأن أصبحت أشجار كثيرة في سمنة. تأقلم شجرة الزيتون مع جميع الأجواء التي تزرع بها هو ما دفع المزارعين في سمنو إلى الاهتمام بها والإكثار من زراعتها والعناية بها، خاصة وأنها لا تستهلك الكثير من الماء ويتم ريها مرة واحدة في الأسبوع. تعتزم مؤسسة كوكبة صبراتة للتنمية والتطوير توزيع 100 حقيبة مدرسية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. وتهدف الحملة بحسب القائمين عليها إلى توفير احتياجات الطلبة من ذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الحقيبة ستكون مجهزة بالكامل من مقلمة وكراسات
وذلك بالتعاون مع مؤسسة طرابلس للإغاثة والثقافة. هذه الحقائب مقدمة من مؤسسة كوكبة صبراتة للتنمية والتطوير ومن مؤسسة طرابلس للإغاثة والثقافة تحت رعاية مؤسسة طرابلس للإغاثة والثقافة. نسأل الله أن نكون بلسم على الجراح، على العائلات المحتاجة وعلى الطلبة المحتاجين. نسأل الله أن تكون هذه الحقائب مفيدة لأبنائنا الطلاب. قال مدير مخازن التعليم بسبها محمد المدني إن المقررات المنهجية لم تصل بعد للمدينة، مبينا أن الكمية المتوفرة من العام الماضي قليلة وتتعلق ببعض مقررات المنهجية للمرحلة الثانوية التي شهدت هي الأخرى تغييرا. وأضاف المدني في تصريح لليبيا الأحرار أن التواصل مع وزارة التعليم بالغرب مستمر بالخصوص خصوص توفير الكتب التي يرجع سبب تأخر توزيعها لعدم وصولها إلى مخازن طرابلس. وأوضح المدني أن استلام الكتب عن طريق الرقم الوطني سيتيح فرصة لمعرفة الأعداد الحقيقية للطلبة، مشيرا إلى أن الوافدين سيستبعدون من خلال الرقم الوطني عند التسجيل في المرحلة الابتدائية. نظمت منظمة الجذور للسلم الاجتماعي والتنمية ورشة عمل للتعريف بالسلم الاجتماعي وتوضيح كل المجريات القانونية حول الدستور وشرح المسودة القانونية والاستفتاء القانوني عليها وشرح بعض من المواد التي تضمنها الدستور. واختتمت الورشة باحتفالية تكريم لموظفي اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد حضور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وبعض من مسؤولي القطاع العام. هذا وانطلقت انتخابات المجلس البلدي لبلدية بني وليد التي ستتنافس فيها 99 مرشحا في 15 من شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت نتائجها المبدئية في 18 من نفس الشهر. رأينا نحن منظمة الجذور رواد العمل الأهلي في مدينة بني وليد أن نقوم بتكريم هؤلاء المبدعين، هؤلاء الرائعون الذين نجحوا نجاح منقطع النظير. نشكر منظمة الجذور للسلم الاجتماعي على تكريمها اللجنة المركزية، اللجنة المركزية للانتخابات، ونشكر كل من ساهم في نجاح هذه الانتخابات. أقامت مفوضية غات للكشافة والمرشدات خلال الأيام الماضية اللقاء التنشيطي التدريبي الأول بمحلة البركة التابعة لبلدية غات، والذي ضم 45 قائدة كشفية من فوجي غات والبركة. وتخلل اللقاء الذي أطلق عليه اسم لقاء القائدة فاطمة سليمان، تخلله عدد من الفعاليات والمحاضرات حول المهارات الكشفية، بالإضافة إلى إقامة معرض مصغر أشرفت عليه قائدات المرشدات لزرع روح العمل الكشفي والاندماج مع المجتمع بحسب القائمين عليه. هذا اللقاء، اللقاء التنشيطي لقاء القائدات، الهدف منه زرع الروح العمل الحركة الكشفية لكي تندمج الحركة الكشفية داخل المجتمع، ومن خلال ذلك زرع الأفكار والمساهمة في بناء المجتمع. المحاضرات التذكير معناها هم زي أساسيات الحركة الكشفية، وعندنا اللي هو العهد والشريعة، وعندنا طريقة التخييم، وعندنا العقد، وعندنا بعتالي بيكون عندنا أنشطة ثانية، أنشطة جانبية. أقيمت في مدينة يفرن مسابقة الرسم الفورية على مستوى مكاتب النشاط المدرسي بمنطقة جبل نفوسة بمشاركة 30 طالبا وطالبة. المسابقة التي احتضنتها الثانوية القصر الاثنين شارك فيها 5 مكاتب للنشاط المدرسي بمدن أرحبات ويفرن والقلعة والأصابعة وغريان. وتهدف المسابقة حسب القائمين عليها إلى اكتشاف المواهب بمختلف الفئات العمرية من رياض الأطفال حتى الثانوية مع إظهارها والتعريف بها، حيث ستباشر لجنة التصحيح أعمالها خلال الأسبوع القادم، ويتم الإعلان عن النتائج وتكريم الطلبة الأوائل بهذه المسابقة. مسابقة الرسم الفوري تعتمد على الرسم، الفارق بينه وبين الرسم العادي أن يكون الشخص متواجد شخصيا، والرسمة تكون وقتية يعني ومربوطة بزمن. كذلك نحب نشكر كل من ساعد وساهم
ابتداء من المدرسة المستضيفة لهذه المسابقة وهي ثانوية القصر على رأس إدارة المدرسة، كذلك الإخوة المشرفين على التنظيم والإشراف على إنجاح هذه المسابقة، وكذلك المكاتب اللي شاركت معنا. أنا واحدة من الطالبات في مسابقة رسم الفوري على مستوى جبل نافوسة، وما شاء الله المسابقة هذه استمتعنا بها وتشجعنا حتى نرسمه ونبو هيك في ليبيا، ما شاء الله يعني تشجعنا ونبو هلبة منها. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. إليكم تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. داخلية الوفاق تقول إن شرعت في تنفيذ الخطة التي أقرتها لجنة الترتيبات الأمنية على مرحلتين لتأمين العاصمة وطوقها. منظمة التضامن تؤكد في البرلمان الأوروبي تردي الحالة الحقوقية في ليبيا وتقول إن جهات تحمل الشرعية تمارس الإخفاء القسري. صحيفة دسان عن أجهزة الاستخبارات البريطانية تقول إن الرئيس الروسي ينشر قوات وأسلحة في ليبيا لتأسيس معقل استراتيجي. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت بالأحرى .tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. دمتم بالخير.